none greater than the Creator. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، عندما يكون كلامنا عن الإسلام وأنه دين السلام، لابد أن نبدأ أولاً رعاكم الله عز وجل بأن نتكلم عن السلام جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، فهو إلهنا وخالقنا ومعبودنا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة قال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. والله عز وجل قال عن نفسه في القرآن العظيم: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، ومن أسمائه جل جلاله السلام، فهو سبحانه وتعالى سالم من كل نقص وعيب، متصف بصفات الكمال والجلال. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هو السلام جل جلاله، وهو الذي يعطي السلام، وأنزل شرعه بالسلام، ويدعو إلى دار السلام، كما قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام، وهو سبحانه وتعالى يهدي إلى السلام، كما قال الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأعد لعباده المؤمنين دار السلام. قال الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. إنه الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه الذي أمر الملائكة بأن يسلموا على بني آدم إذا دخلوا الجنة بإذن الله عز وجل: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فلذلك لا بد أن نعظم الله عز وجل، وأن نقدسه سبحانه وتعالى، وأن نعرف أن الله السلام، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالإسلام والسلام. فمن أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، والله عز وجل أخبر في القرآن العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله عز وجل أخبر في القرآن العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهل يوجد رجل وطئ هذه الأرض دعا إلى السلام مثل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد أحد دعا إلى السلام مثل نبينا عليه الصلاة والسلام،
كان الصحابة الكرام مع نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فغاب عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته، فوجد بعض الصحابة طيراً معها فرخان لها، فأخذوا فرخيها، ففجعت هذه الطير، فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة الكرام: من فجع هذه بفرخيها ردوا عليها صغارها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على السلام في التعامل مع الدواب والبهائم، أليس في هذا دليل أن هذا الدين العظيم هو دين السلام ودين الإسلام؟ دخل نبينا عليه الصلاة والسلام بستانا لبعض الأنصار، فرآه بعير، فلما رأى البعير نبينا صلى الله عليه وسلم بكى هذا البعير، فجاءه نبينا عليه الصلاة والسلام ومسح رأس هذا البعير، فقال: من صاحب هذا البعير؟ فجاء فتى من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: أما تتقي الله عز وجل في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، أي تتعبه تعبا عظيما. فصلى الله وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي دعا إلى السلام والإسلام، وأيضا دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السلام مع أنفسنا، فحرم علينا الإسلام كل أمر فيه ضرر علينا وضرر على الآخرين. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر الآخرين. فمما مدح به نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن العظيم أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. الله عز وجل سخر لنا جميع ما في الأرض حتى نستفيد مما في الأرض بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن ظن أن الإسلام الذي هو دين السلام يمنعنا من التمتع بالدنيا بما يرضي الله عز وجل فقد أخطأ وضل الطريق، وإنما الإسلام يطلب منا أن نعيش بسلام وأمن وأمان وسعادة واستقرار. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعانا لأن نعيش بسلام مع أسرتنا وأبنائنا، خاصة أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على الصحابة الكرام أن يحسنوا معاملة النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم وقت الحروب والمعارك عن قتل النساء، وأمر الصحابة الكرام بعدم قتل النساء. بل اسمعوا أيها الأحبة الأفاضل إلى هذا الخبر العظيم الذي يبين مكانة المرأة في شرعنا وفي ديننا. فلا يوجد دين على وجه الأرض أعطى المرأة هذه المكانة العالية الرفيعة مثل دين السلام الذي جاء به رسول السلام من عند السلام جل جلاله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يأويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وثنتين؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وثنتين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعا بنبي السلام في دار السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في هذا الوقت الذي تموج فيه كثير من دول العالم وبعض دول العالم الإسلامي بهرج ومرج وفتن، لا بد أن نذكر الجميع أن الإسلام دين السلام، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم حرم علينا جميعا أن نعتدي على الآخرين وأن نظلمهم. فقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمام جمع كبير جدا من الصحابة الكرام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الكرام لما مر بسهامه في المسجد وقد بدا نصل السهام، قال صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بنصلها كي لا تخدش مسلما. إذا كان خدش المسلم من الكبائر والمحرمات في شرعنا، فكيف بقتل المسلم وسفك وإراقة دمه؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. مجرد الترويع والتخويف هذا أمر محرم في شرعنا وفي ديننا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. تبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم ممن يخرج على هذه الأمة ويحمل عليها السلاح. وأيضا بارك الله فيكم، قال الله عز وجل في القرآن العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى وإن كان كافرا لا يؤمن بالله العظيم، لا يجوز لنا أن نظلمه وأن نعتدي عليه وأن نريق دمه بالباطل، فإن هذا من أعظم الكبائر وأشنع الموبقات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة الكرام عند الغزو والمعارك: اغزوا بسم الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فحرم علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نظلم وأن نعتدي على الآخرين. ولو نشأ كل مسلم منا على تعظيم شأن الدماء وأن لها تبعة عظيمة عند الله عز وجل لتحسنت صورة الإسلام عند كثير من الناس الذين تشوشت عليهم الأمور بسبب سوء أفعال بعض المسلمين وهم شرذمة قليلون بإذن الله عز وجل. أيها الأفاضل، بارك الله في الجميع، إن الواجب علينا عظيم جدا في أن نبين للعالم أجمع أن الإسلام دين السلام، فنتمسك بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم الأئمة الكبار ونطبق لهم الإسلام. انظروا في حال بعض بلاد المسلمين الآن، دخلها الإسلام أول ما دخل بسبب حسن التعامل وحسن الخلق. فلو طبقنا رسالة الإسلام وتعاملنا بسلام مع أبنائنا وجيراننا ومع الناس كافة لرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إن الواجب على طلاب العلم خاصة وعلى الدعاة وعلى المشايخ ومن ينتسب إلى التدين والاستقامة عظيم جدا في أن يبتعدوا عن التوجهات السياسية المنحرفة وعن الأفكار الضالة، وأن يربوا الناس على تعظيم كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الخير كل الخير في الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن من بيان أن الإسلام دين السلام أن نعرف لولاة الأمر قدرهم وفضلهم. فعندما نظم هذا المؤتمر الكبير في هذه الدولة الطيبة إن شاء الله تعالى،
نشكر لولي أمرنا خليفة بن زايد حفظه الله تعالى ورعاه، ورزقه الله عز وجل السلامة، ورزقه الله عز وجل المزيد في خدمة الإسلام، فنشكره شكرا عظيما، متذكرين قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وعندما ينظم هذا المؤتمر في دبي نشكر أيضا الشيخ محمد بن راشد، نسأل الله عز وجل أن يرزقه دار السلام وأن يحرم وجهه على النار. لا نقول هذا تزلفا أو طلبا لدينار أو درهم، وإنما هو هدي تعلمناه من نبي السلام صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: إن حسن العهد من الإيمان. فالوفاء من أخلاق المسلمين، والجحود ونكران الجميل ليست من أخلاق الكرام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى دار السلام. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم أطل أعمارهم على الطاعة والبر والتقوى والرحمة يا رب العالمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين، واجمعنا اللهم في دار السلام مع نبي السلام صلى الله عليه وسلم، وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا ومن نحبهم فيك يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا، القدم بالقدم والكتف بالكتف، استووا الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد في السماوات والأرض وما ما شئت من شيء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام He created the universe To him belong the heavens and the earth The ever living he is the first He's the owner of mercy Sent his messengers to warn his creatures of the grave dangers of worshiping other than Allah. There is none greater.